أي منهج إذا تم تركه لعدة سنوات رح يصير منهج جامد غير متطور، ما بيواكب لا التطور العلمي ولا التطور التربوي، ما بيلبي حاجات المجتمع. هلأ الوقت نقعد سوا، نقعد كلنا على نفس الطاولة، نوحد الرؤية ونشتغل على منهج جديد، منهج يشبهنا، نحط كل أفكارنا، كل هوجسنا، كل أحلامنا، منهج بحاكي المناهج العالمية، منهج بيساعدنا نحضر أولادنا ليواجهوا كل مصاعب العصر، منهج بيساعدنا نبني تلميذ مواطن مسؤول قادر يفوت معنا بمعركة الإصلاح التربوي اللي عم تبدأ من المجتمع التربوي. وهلأ الوقت الصح تنبلش هيدا الحوار، حوار المناهج. يمكن يوماً ما هيدا الحلم اللي عم نحلمه يحكي ويصير حقيقة. هلأ الوقت.